أحال مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقرير لجنة الزراعة عن الدراسة المقدمة بشأن تطبيق نظام الري الحديثة في محافظات مصر إلى الحكومة لتنفيذ التوصيات. وأكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن قضية تفتيت الأراضي الزراعية لا تقل أهمية عن قضية تطبيق الري الحديث، وتحتاج إلى تشريع للتصدي لها للحفاظ على الرقعة الزراعية في مصر. هذا وتم الموافقة على التقرير والتوصيات المطروحة وإحالة باقي الدراسات والتقارير لجلسة الخد. جديدة عقدها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، واصل خلالها مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. وبدأت الجلسة بمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات الجمهورية، حيث أكد تقرير اللجنة أن الموارد المائية من أهم محددات التنمية الزراعية الأفقية والرأسية، كما يمثل الأمن المائي مطلبا ملحا للدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة. من جانبه أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن قضية تفتيت الأراضي الزراعية لا تقل أهمية عن قضية تطبيق الري الحديث، وتحتاج إلى تشريع للتصدي لها للحفاظ على الرقعة الزراعية في مصر. قضية تفتيت الأرض الزراعية قضية معقدة جدا، ولا بد من التصدي لها تشريعيا، لأنه يمكن كان معالي وزير الزراعة يعني ألمح في حديثه أن هناك ما يقرب من 16% من مساحات الأراضي مهدرة بسبب هذا التفتيت ما بين صغار المزرعة. لكن على فكرة قضية معقدة جدا، لأن مسألة فيها توريث و والتصدي لها عايز حكمة عالية جدا. يعني لتبطين الترع ده حاجة عبقرية، يحسب لسيادة الرئيس والحكومة اللي موجودة فعلا ان احنا كان لازم نعمل كده من زمان، وان الموضوع ده مهم جدا وهيوفر على مصر كتير. وطالب برضو حضراتكم الحكومة بعد اذنك يا ريس ان هي تشجع الفلاح. الفلاح عايز يجيب، انا عايز اجيب خراطيم مثلا للري بالتميت، لازم الحكومة تساعدني ان هي تمول لي بدون فوائد. وطالب النواب بضرورة التحول لنظام الري الحديث وتنمية الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها لترشيد الاستهلاك. تعد قضية تنمية الموارد المائية في مصر وتعظيم الاستفادة منها وترشيد استخدامها أحد التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الحاضر والمستقبل، باعتبار أن المياه تظل الركيزة الأساسية لدعم خطط التنمية الاقتصادية بصفة عامة والزراعية بصفة خاصة. هذا وأكدت الحكومة أن تطبيق نظم الري الحديثة بهدف ترشيد استهلاك مياه الري من القضايا الحتمية والضرورية التي لا مناص عنها، خاصة في ظل تزايد الطلب على مياه الري للتوسعات الزراعية الأفقية والتنمية العمرانية. هذا وتم الموافقة على التقرير والتوصيات المطروحة وإحالة باقي الدراسات والتقارير.